هي طبيبة لو مو طبيبة، الزهراء طبيبة لو مو طبيبة، طبيبة ماديا ومعنويا، يعني تعرف يا مأكل اللي تأكل، يا مشرب اللي تشرب، شنو اللي تأكل، شنو اللي تشرب. زين ايش مرضها مولانا؟ ها شلون تمرضت وماتت؟ شلون يعني؟ ها لو ماكو ظلام صبت على الزهراء سلام الله عليها لمست شدة الزهراء. ولهذا الإمام الصادق عليه السلام صار فصل الخطاب، شو يقول عن الزهراء؟ صديقة شهيدة. تسمع شلون؟ صديقة شهيدة. وهاي كلمة الشهيدة احنا وغيرنا عراق في هذه القضية، في بعض الأماكن، في بعض الأماكن ما أقدر أنا الكاميرا شوية، في بعض الأماكن لما نقرأ وينشرون إعلان عن شهادة الزهراء كاتبين بمناسبة شهادة الزهراء، يجي كتاب أنه لا تكتبون بمناسبة شهادة الزهراء. شنو شهادة الزهراء؟ شيلوا كلمة الشهادة، خلوا وفاة. ها احنا للاسف عندنا الان في بعض المجالس، انا لما ادعى في بعض المجالس ينزلون اعلان انا والرادود الفلاني مثلا بمناسبه وفاه فاطمه. شنو وفاه؟ وفاه ماكو. انت من تقول وفاه انت فرحت قلب غيرك. اخوي قول شهاده، شهاده. زين ابوي مات، اربعينيه ابوي انا اذكره، اي وفاه ابوي، ها وفاه امي، وفاه. لكن الزهراء صديقه شنو؟ شهيدة، شهيدة. أكدوا على هذا الكلام مولاي. ظلمت فاطمة الزهراء، البنت الوحيدة المتفق عليها عندنا عند المسلمين هي الزهراء، لا قبر لها. ليش ما لها قبر؟ هسه أنت بنت رئيس الوزراء، لو بنت الملك إذا ماتت شي يصير؟ مو تنقلب الدنيا قلب لو لا؟ تنقلب الدنيا قلب. وذاك القبر، وذاك المكان، وذيك الناس، وذيك الحفاوة، لكن البنت الوحيدة لرسول الله قبر؟ ليس لها، ما لها قبر. هاي مظلومية أو مو مظلومية؟ وصية الزهراء يا علي: لا يحضر جنازتي من ظلمني وآذاني وغصب حقي. بالفعل ما حضر. اللي شيعوا الزهراء يعدون بمن؟ بالأصابع، قليلين. زين، فإذا فاطمة لماذا يقال لها فاطمة؟ لأن الله فطمها وفطم شيعتها عن نار جهنم. هذا اسم فاطمة عرفناه مولانا. الانفطام بمعنى الانقطاع. شباب حبيبي أنا أحبك من تنتبه لي، الانفطام يعني الانقطاع، الانعزال، مثل ما الأم تفطم ولدها من الحليب. أخوي زين، هذا الاسم الأول. الاسم الثاني يقال لها الاسم الشهير بعد فاطمة الزهراء، يقال لها فاطمة الزهراء. شنو زهراء؟ شنو معنى زهراء؟ شباب خلنا نعرف الزهراء، معرفة الزهراء. الإمام الصادق يقول: على معرفتها دارت القرون الأولى. زين اسمع هذه. الزهراء كلمة زهراء بمعنى الزهور، الزهور يعني الظهور، تبيان الشيء، عيان الشيء، وضوح الشيء، يسمونه زهور. الآن مثلا الوردة، الوردة هذه قبل لا تفتح، قبل لا تفتح مغلقة، لم يزدهر عطرها، ريحتها ما طالعة، ولا جمالها، جمالها ما مبين، احنا نسميها برعم مو لولا. اذا فتحت الوردة، الوردة اذا فتحت هم جمالها يزدهر، يزدهر كلمة جمالها يزدهر، وطيبها، ريحها، ريحتها تطلع، تتبدل اسمها من برعم الى شو يقولوا لها؟ زهرة. يقولون زهرة، صح ولا؟ زهرة، هذه زهرة الوردة، يسمونها زهرة. ليش زهرة؟ لأنه يزدهر، يعني يظهر، يعني يبين، يبين ريحها، عطرها، وجمالها. فكلمة الزهور بمعنى الظهور. ليش الزهرة قالوا لها زهرة؟ لعدة روايات. الرواية الأولى، أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لما سألوه قالوا له: يا أبا الحسن، لماذا سميت فاطمة بالزهراء؟ قال: لأنها كلما، بس أريدها قوية إن شاء الله، مثل ما هسه ثبت ولايتكم إن شاء الله لأمير المؤمنين سلام الله عليه، قال: لأنها كلما وقفت في محراب صلاتها، إذا صلي، تزدهر لأهل السماء نورا كما تزدهر الكواكب نورا لأهل الأرض. فلهذا، لأن نورها، لأن نورها شنو؟ يزدهر، يظهر، يشع. زين هذه رواية. الرواية الأخرى،
الرواية الأخرى يقول أهل المدينة إذا طلع الفجر عليهم، الفجر شمس ماكو، أذان الصبح شمس ماكو، هو موجود خفيف الفجر الصادق لكن شمس ماكو، فهذول أهل المدينة عند الفجر يرون خيوط من النور كخيوط نور الشمس على جدران بيوتهم. شايف خيوط النور من صب خيوط من النور مثل خيوط الشمس على جدران بيوتهم، يتبع مصدر النور، يرون أن المصدر للنور من بيت علي وفاطمة، جاي من بيت علي وفاطمة عليهم السلام. يسألون أمير المؤمنين في وقت آخر، يقولوا لسيدي أبا الحسن نرى خيوط من النور كخيوط نور الشمس على جدران بيوتنا ولا شمس، يعني شمس ماكو أخوي، شلون هذه؟ شي يقول؟ يقول بلى إن هذه ابنة عمي فاطمة سلام الله عليها، إذا وقفت لصلاتها تزدهر زهراء، تزدهر نورا لأهل السماء ولأهل الأرض بأجمعهم. الله صل على محمد وآل محمد. وأخوي شلون؟ هذا الحديث الثاني. زوجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إحدى زوجات النبي، تقول كنا نخيط، نخيط عن الخيط ونغزل، هذا الغزل، كنا نخيط ونغزل، اسمع هذه وننظم الإبرة، ننظم الإبرة يعني شو؟ يعني نخلي الخيط بالإبرة، هو ماكو بلوبات يا جمهور، أنا قبل كنا نخيط ونغزل وننظم الإبرة في الليلة الظلماء بنور وجه فاطمة الزهراء. شوف النور وشوف العظمة وشوف العزة وشوف الكيان وشوف المقام للزهراء سلام الله عليها. شو اسم سارة الاثنين؟ فاطمة وزهراء. الاسم الثالث والرابع، هذا مهم، الاسم الثالث والرابع يقال لها المحدثة والمحدثة. انت اخو عربي تعرف كلمة المحدثة، من منكم دارس اللغة العربية؟ يعني أديب باللغة العربية، احنا عندنا ثلاثي مجرد وعندنا ثلاثي مزيد في علم الصرف، ثلاثي المجرد وثلاثي المزيد. ثلاثي المجرد الفاعل والمفعول ضارب مضروب، ضارب اسم فاعل، مضروب اسم مفعول، قاتل مقتول، أخوي هذا كان ثلاثي مجرد. الثلاثي المزيد الفاعلية مالته وحدة من عندهن، والمفعولية مالته السير على وزن معلم بالكسر ومعلم بالفتح. إذا معلم اسم فاعل يعني الذي يعلم، إذا معلم اسم مفعول اللي يعلمونه، وأخوي واحد مرة تقول مدرس بالكسر يعني اللي يدرس اسم فاعل، مدرس بالفتح يعني اللي يقع الدرس عليه اسم مفعول، وأخوي من جملة ذلك المحدث، المحدث بالكسر، محدث بالكسر يعني من يتحدث اسم فاعل، المحدث اللي يحدثونه يقع الحديث عليه هذا اسم مفعول. اسم الزهراء محدثة التي تتحدث، محدثة اللي يتحدث معها، لماذا سميت الزهراء بالمحدثة والمحدثة؟ ليش اسم فاعل واسم مفعول؟ لروايتين. الرواية الأولى أنه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو قبل أن أذكر هذه الرواية القوية، الرواية اللي قبلها أن خديجة الكبرى أم الزهراء سلام الله عليها، أم فاطمة الزهراء، شو اسمها؟ خديجة، بعد خديجة بنت خويلد أم الزهراء، هذه كانت غنية إخواني، خديجة جدا كانت غنية، يعني بس انتبه أرجوك لكلامي، غنية لدرجة أنها ما تستكر الرجال، مو الزلم يشترون عندها كروة، لا كانت تستكر التجار، يعني التجار اللي أصغر منها يشتغلون عندها، يعني شنو كانت عندها تجارة؟ أكبر تاجرة كانت في مكة المكرمة، أكبر تجارة لها بين الشام والحجاز هي كانت خديجة، خديجة مرة غنية أو جميلة المنظر وأصيلة العرب من قريش ومن أصل قريش، أبوها قرشي أمها قرشية، شوف الصفات اللي بيها، صفاتها غنية، ثانيا جميلة،
ثالثا أصيلة، رابعا عفيفة. كانت عفيفة وهي قبل الإسلام، كانت هذا ديدنها، وكانت موحدة حنيفية على دين النبي إبراهيم عليه السلام، ما كانت تعبد الأصنام. ولهذا كل زلمة يتمناها يقول والله أنا أحب أتزوجها، هذا يقول أحب أتزوجها، أجوا التجار إلها، الملوك جولها، المسؤولين جوها، لكن مع ذلك هي رفضت، إلى أن تزوجت بيتيم قريش. يتيم قريش يا رسول الله، يتيم قريش لا أم ولا أبو، أبو قتل أو توفي، أسعى على الرأيين، قبل ولادة النبي أمه كانت حامل به، كان حملا في بطن أمه، ومن بعد فترة من كمل 6 سنوات أمهم آمنة هم توفيت أخويا، فظل لا أم ولا أبو، سموه يتيم قريش. زين، اجت قبلت بيتيم قريش، من قبلت بيتيم قريش وكل أموالها حطت أمام النبي، وضعت الأموال في سبيل رسول الله، حتى قال النبي ما قام الدين وما استقام إلا بسيف علي وأموال خديجة. أخوي خلت الأموال أقرانها، هذا اللي بدي أحكي، قاعد نتكلم عندنا عن المحدثة والمحدثة، أقرانها صديقاتها اللي بحلها، صديقاتها بني عمومتها، هجرنها عافنها، قالوا لها أنت جاج التجار وجوج ذاك من ذاك، ما قبلت بهم، قبلت بالنبي صلى الله عليه وسلم يتيم قريش، فعافتها النسوان، صارت حامل بالزهرة. خديجة حملت بالزهرة، تدري هاي المرأة الحامل تحتاج إلى مداراة، تحتاج واحد يداريها، يدير بال عليها، يمرون عليها. زين، هذه مولاي هجرنها النساء، لما هجرنها النساء صارت في ضيق وشدة، بس انتبه لي اليوم بس ذكر فضائل للزهرة سلام الله عليها، صارت في ضيق وشدة، ظلت تشكو الأمر لرسول الله، أقرانها صديقاتها عافنها. زين، ذاك اليوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاعد يتكلم عن الأخوان الشباب، مو تنسون نتكلم عن اسم المحدثة والمحدثة للزهراء، ليش يقولون لهم محدثة أو محدثة، هذا حسب الروايات هذه. زين، فقالوا له النبي دخل على الزهراء سلام الله عليها، على خديجة وكانت حامل بالزهراء، فسمع حديث خديجة تحدث شيئا وتسكت كأنها تنصت إلى شيء، ورب سائل عن أمره وهو عالم، سألها رسول الله يا خديجة أراك تحدثين شيئا ثم تنصتي، قالت بلى حبيبي ونور عيني يا رسول الله، إن الجنين الذي في بطني يحدثني وأحدثه، يكلمني وأكلمه. فهي تكلم أمها، قالوا لها محدثة بالكسر، وأمها تحدثها فهي محدثة. أخويا كانت في بطن أمها وتحدث أمها فاطمة الزهراء، كما كان الحسين يحدث من؟ يحدث أمه الزهراء سلام الله عليها. هذه الرواية الأولى، هذا الرأي الأول. الرأي الثاني، الرأي الثاني بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، شباب البحث متسلسل جميل جدا، معلومات حلوة وروايات وآيات وقصص بكل عن الزهرة سلام الله عليها. زين، سمعني أخوي، بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الزهرة صارت في شدة، صارت في ضيق، تدرون الحمل أول والحامل أعظم لعلي وفاطمة كان رسول الله، وراح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كل الأعداء والمنافقين صاروا ضد بيت علي وفاطمة، صاروا ضد يحاربون الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. فالزهراء سلام الله عليها، أخوي اسمع أرجوك، كانت الملائكة خلال رحيل النبي لشهادتها، هاي هسه حد الأكثر نقول 3 أشهر مو لا، من رحيل رسول الله لشهادة الزهراء على 3 آراء بعد المعروفة، أم 40 فصاعدا، وأم 70 فصاعدا، وأم 90 غير لا، الرواية 90 بعتي هسه النص، احنا الان بالنص 75 تقريبا، جايتنا 13 من هذا الاول. زين، هسه هذه الروايات كانت الملائكة تنزل لفاطمة فتحدثها، تسمعني اخويا، الملائكة تنزل الى الزهراء تحدثها، يصير لو ما يصير، يصير الملائكة تحكي ويا الزهراء لو لا؟ زين، الجماعة ما يغلون الزهراء تحدثها الملائكة، ليش لا تحدثها الملائكة؟ مو احنا عندنا آية في القرآن، من أفضل، مريم أفضل أم فاطمة الزهراء أفضل؟ يا أهل أفضل، الزهراء ما في قياس، إذا كانت مريم أم النبي عيسى عليه السلام سيدة نساء عالمها
ففاطمة الزهرة سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. ومريم القرآن يقول عنها، يقول وإذ قالت الملائكة يا مريم، يعني الملائكة تحدث مريم، قاعد تقولها يا مريم، خطاب نداء هذا. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. الملائكة تحدثت مع مريم. أخويا إذا كانت الملائكة تتحدث مع مريم فمن باب الأولى تستطيع أن تتحدث مع من؟ مع الزهراء، لأن الزهراء أفضل من مريم. هذا يسمونه بالأصول قياس الأولوية. يعني القرآن لما يقول، ولا شباب هذا حلو الحكي يفيدك ترى هواي، لما القرآن يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقل لهما أفا، أمك وبوك شنو أف؟ لا تقلهم. واحد يقول لا أنا أف ما أقلهم، أزمخ عليهم، أزمر عليهم، أشتمهم، أغلطهم، أرفس أمي، أطردها، هي هكذا عادي، بس أنا أف لا أقله، يصير؟ يصير ما يصير؟ ما يصير. يقول الإمام الصادق لو كان أكو كلمة أصغر من أف لذكرها الله. يقول إذا أنت أمك وأبوك أف لا تقلهم، فمن باب الأولى أكثر من أفها لا تقلهم. هذا سمن القياس الأولوية. زين، فإذا الزهراء تحدثها الملائكة. ما كانت تسمعه الزهراء من الملائكة تحدث علي بن أبي طالب. اسمعني أخوي اسمعني، تحدث علي بن أبي طالب. الإمام علي شو يسوي سلام الله عليه، ما كان يسمعه من الزهراء، والزهراء سمع منين؟ من الملائكة، والملائكة سمع منين؟ من الله. الإمام كان يكتبه، سوى مصحف يسمونه مصحف فاطمة. عرفت مولانا مصحف فاطمة شنو صار؟ هذا مصحف فاطمة. مصحف فاطمة ليس فيه الإمام الصادق عليه السلام، يقول ليس فيه شيء من قرآنكم. الجماعة يومية عندك عورة، وقالوا شيء عندهم مجلد ثاني قرآن، وعندهم قرآن غير هذا القرآن، وعندهم قرآن هيك، وعندهم قرآن هيك، وعندهم مصحف اسمه مصحف فاطمة، هذا قرآن، هذا مو قرآن مولانا، مو قرآن. مصحف فاطمة هذا اللي ذكرته لك. كانت الزهراء تحدث الملائكة محدثة، الملائكة تحدثها محدثة، اسم فاعل واسم مفعول. اللي سمع من الملائكة، والملائكة من الجليل، تنقل الكلام علما لابن عمها علي بن أبي طالب سلام الله عليه. الإمام أمير المؤمنين يكتب بإملاء علي عليه السلام، صار مصحف اسمه مصحف فاطمة. وأخوي شنو صار؟ زين، هاي وحدة. هسه احنا ما دام وصلنا هنا مربط الحكي خل أعطيكم بعض المعلومة. أنتم سامعين أكو مصحف اسمه مصحف علي عليه السلام معروف. مصحف علي بن أبي طالب شنو؟ مصحف علي بن أبي طالب الإمام خلال سكونه وجلوسه في البيت 25 سنة من قعد، كتب القرآن. شوف، كتب القرآن على ترتيب نزوله. الآن سورة العلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وين صايرة؟ آخر القرآن في الجزء 30، هي أول آية نزلت بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم. هاي الخمس آيات نزلت، من نزلت هسه حسب ترتيب القرآن سأرى وين؟ بالأخير، مع ما هي وين سير؟ بالأول. زين؟ زين، الإمام أمير المؤمنين كتب الآيات على ترتيب نزولها، تبهتوا؟ ثم كتب تفسيرها، ثم كتب تأويلها. زين، إمام معصوم، مو المفسر الفلاني آية الله فلان أو آية الله فلان أو آية الله فلان أو الشيخ فلان أو سيد فلان، علي بن أبي طالب المفسر. شو اللي يطلع التفسير؟ زين، إذا القرآن على ترتيب النزول مع معانيه وتفسيره وتأويله، هذا جمع علي بن أبي طالب سلام الله عليه، سموه مصحف علي بن أبي طالب. عرفنا مصحف فاطمة شنو؟ وعرفنا مصحف علي بن أبي طالب وين؟ مصحف الإمام أمير المؤمنين ومصحف فاطمة الزهراء الآن وين؟ أكو مواريث. شو قاعد أعطيك معلومات حلوة، شيء ويا شيء، ميزان، وحدة وحدة، تسلسل. أكو مواريث عند الأنبياء، مو عند الأولياء الأوصياء الأئمة، عند الأنبياء. نبي من بعد نبي هاي المواريث عنده، من جملتها خاتم سليمان، من جملتها عصا موسى. أكو عدة أمور على العموم، لما توصل بيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رسول الله أضاف على هذه المواريث مواريث، صارت مواريث الأئمة. شنو مولاي؟ عصا موسى وخاتم سليمان وهالأمور انطوها بيد أول وصي بعد رسول الله علي بن أبي طالب. وبعد شنو؟
عمامة، أكو عمامة بيضاء تفتحها الحنك مالها، تعرف الحنك شنو هذا الحنك؟ شوف عمامتي، أكو هاي اللي أربطها فوق هسه منها نربطها، يسمونها حنك. من تفتحها على ذيلها بذيل الحنك ثلاث نقط سوداء معروفة يسمونها السحاب، عمامة النبي شنو اسمها؟ السحاب. زين، اللي في واقعة الغدير رسول الله ألبسها علما لعلي بن أبي طالب، لما صعد جاب العمامة وخلاها على رأس علي بن أبي طالب، عمامة الرسول اللي اسمها السحاب. ايش تقول الرواية عندنا احنا الشيعة؟ نقول جاء علي بالسحاب. ذاك اليوم أحد الجماعة من ذاك الصوب راسلني قال لي أنتم روافض كذابين مشركين، على غلط هذا. زين، طبعا مو اللي هو راسل الإخوان، والإخوان دزوا رسالته إلي. زين، مشركين كذا عامل، ليش مشركين؟ قالوا أنتم تقولون علي بن أبي طالب يطير بالسحاب، علي بن أبي طالب يطير بالسحاب، ما يطير بالسحاب، ما عندنا رواية علينا. قال لا، هاي جاء علي بالسحاب. زين، جاء علي بالسحاب، أولا هاي السحاب مو هذا السحاب. زين، عمامة النبي اسمها السحاب، هاي واحدة. ثانية علي بن أبي طالب يقدر يطير بالسحاب، وما يقدر مولاده، يقدروا ستة. زين، يقدر نفسه رسول الله. إذا كان شاء علي عليه السلام أن، إذا كان رسول الله سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ويروح السماء الأولى والثانية والثالثة وراء إلى السابعة ثم يصل إلى مقام قاب قوسين أو أدنى ويسمع الله مباشرة بصوت علي بن أبي طالب سلام الله عليه، أما يستطيع علي بن أبي طالب على ذلك؟ والقرآن يقول وأنفسنا وأنفسكم. إحنا ما نقول أنه ما يقدر، علي بن أبي طالب يقدر، لكن الرواية ما واردة أن علي بن أبي طالب طار بالسحاب، إنما هذه عمامة النبي اسمها شنو؟ سحاب. هاي ظلت مواريث الإمامة من بعد علي بن أبي طالب، صارت بيد الإمام الحسن، بيد الإمام الحسين والبجر، الآن بيد الإمام الحجة سلام الله عليه. هاي من مواريث الأئمة. من مواريث الأئمة ثوب، أكو ثوب النبي، ثوب النبي سبحان الله، اسمع الرواية جدا جميلة. هذا ثوب النبي كأنه من ثياب الجنة، ينتقل من إمام إلى إمام، ولا يكون على قدر أي شخص بالعالم. أي شخص، أي بشر يلبس هذا الثوب، جبة النبي، ثوب النبي، إذا لو ضيق لو عريض لو طويل لو قص لو بعيب، لا يكون إلا على قياس إمام ذلك الزمان سبحان الله. ليش؟ لأنه ثوب من الجنة. وهذه طبيعة، عندي محاضرات 90 محاضرة، 90 محاضرة اللي متابعها حول، أنا ذاكرها حول وقفات عند الممات مفصلة، كلش ما يجري على الإنسان كذا. على العموم لما ما نوصل ثياب أهل الجنة، آخر شيء آخر حلقات، شي ياكلون شي يشربون شنو يلبسون، من جملة ثياب أهل الجنة الألوان اللي يلبسونها، من جملة ثياب أهل الجنة أن هذا الثوب، الرواية تقول يتغير على أهل الجنة كيفما يشاء، مو هو يروح يبدل شلون يريد كيف يشتهي، هذا الثوب يتغير عليه. أخوي، هذا ثوب النبي من إمام إلى إمام يكون على مقياس ذلك الإمام بلا زيادة ولا نقصان، هذه من مواريث الإمامة. بعد من مواريث الإمامة مصحف فاطمة ومصحف علي بن أبي طالب، من إمام إلى إمام، من إمام إلى هسه، هذه خاتم سليمان وعصا موسى وعمامة النبي، وهذه هاي الأمور كلها، مصحف علي وفاطمة، الآن عدما بيد الإمام الحجة بن الحسن العسكري الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصلى على محمد وآل محمد. إذن ليش زهراء سميت بالمحدثة أو المحدثة؟ ما عرفناها، رواتي نطيتك مولانا. من جملة ألقاب الزهراء سلام الله عليها يقال لها المباركة. ليش المباركة؟ الله بارك فيها وفي نسلها. أنقل لك هذا رواية خاطر بعد أن تنتهي المقام. الزهراء أصيبت بحمى، حمى يعني تمرضت صونة. أجل الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه قال لها يا ابنة العم، يا بنت رسول الله، أطلبي شيئا، أنت ما طلبت شيء إلى الآن، أطلبي شيئا. قال لك يا ابن العم آليت على نفسي أن لا أطلب منك شيئا، أنا ما أكلفك بشيء. قال لها أقسم عليك بأبيك رسول الله إلا ما طلبت شيئا. قالت إن كان كذلك فإني أحب أن أأكل الرمان. هذه هواية سروا عليه الإخوان عليها.
أحب أن أكل الرمان. قالها بلى. فراح الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه السوق دور على الرمان، سبحان الله هي تريد تسير معجزة، كرامة تريد تسير وحكمة إلهية ولله في أمره شؤون. راح الإمام دور على الرمان، دور 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 ما طاح برمان، ما لقى رمان أبد بالسوق، ما رمان. شاف أحد أصحابه قال له سيدي أراك متحير، قال له هذه بنت رسول الله لم تطلب شيئا، هاي أول مرة تطلب مني، وطلبت مني رمان ورمان ماكو بالسوق، عجيب. قال له سيدي يا أمير المؤمنين هذا شمعون اليهودي، أكو شمعون اسمه شمعون يهودي، هذا يبيع حسب الظاهر بياع بالسوق، هذا عنده رمان وجايب رمان من اليثرب، يمكن هسه باقي عنده شيء روح أخذ. راح الإمام أمير المؤمنين طرق الباب، طلع شمعون. شمعون صح يهودي بس إلى قدر عند أمير المؤمنين، إلى قدر عند الجميع حتى عند اليهود، تأكل استقبال أهلا وسهلا بمولاي وسيدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وذيك الفرحة ما شالته شمعون. زوجته من وراء الباب قالت لي يا شمعون من عند باب بيتي؟ قال هذا سيدنا علي بن أبي طالب. قالت على الرحب والسعة، يهودية يهودية بس تقدر علي بن أبي طالب، تعرف من هو أمير المؤمنين، على الرحب والسعة ماذا يأمر؟ قال له مرني يا أبا الحسن، مرني أو أؤمرني، اثنين صحيحة على وزنين، مرني يا أبا الحسن. قال له بنت رسول الله طلبت مني رمان، هي أصيبت بحمى سخونة مريضة وعلة وعكة، أتريد رمان، وبلغني أنك جئت برمان من يثرب. قال له سيدي بعته بأجمعه، كله بعته، ما بقى عندي ولا شيء. سبحان الله، كأن علي بن أبي طالب يعلم بعلم الإمامة، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، كأنه يعلم أن في داره رمانة بس هذا ما يدري بيها. قال له ابحث في الدار علك تجد رمانة، لأن هذا يهودي ما يعتقد بعلي بن أبي طالب بالإمامة والولاية وكذا، وهذه ما يعرف عظمة علي بن أبي طالب. قال له سيدي بعته. قال له ابحث دور يمكن تجد رمانة واحدة. قال له أنا صاحب الدار وصاحب الدار أعلم بما فيه، أنا أدري شنو أكو بيتي. وإذا صوت الزوجة قالت له ماذا يأمر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب؟ قال له يريد رمان، وأنا بعت الرمان بأجمعه، ويصر علي أن أبحث في الدار علني أجد رمانا. قالت صدق علي بن أبي طالب، والله يا شمعون لما جئت بالرمان نظرت إليه فرأيت رمانة كبيرة، هاي ما طاني قلبك ياها تبيعها، فجعلتها لنفسي ولم أكلها، بس أنا هاي ما الله على علي بن أبي طالب، راح ترضى. جابت الرمانة طت الشمعون، شمعون طاها لعلي بن أبي طالب سلام الله عليه. الإمام فرح، قال له كم ثمنها؟ قال له سيدي هدية مني إليك. قال له ما يصير، أنا ما أخذ هدية منكم، لا إيش قلت أنا أشتريها. قال له سيدي هدية؟ قال له لا أشتريها. قال له بكم؟ قال له بكذا. أعطاه المال، إجا الإمام سلام الله عليه جاي والرمان فرحان للزهراء سلام الله عليه، بس لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما شنو تحبون. فهو اختبار إلهي، حكمة إلهية، يريد هذا الأمر يقع حتى مهد الطرف وغير مهد الطرف يذكرون هذه الروايات على منابر سيد الشهداء. جاب الرمان مرة من خريبة، سمع صوت أنين أنين، دخل شاف رجل شيخ كبير بالسن بالخريبة، رجل تعبان عيونه راكة ما يشوف عدل، رجل كبير بالسن. الإمام من بعد السلام والتحية قاعد يمه، قال له ما بالك يا رجل؟ قال له سيدي أنا جائع. ما يعرفه علي بن أبي طالب بالنظر، ما يعرفه. قال له أنا جائع. قال له ما تحب أن تأكل؟ شو تحب تأكل؟ قال له أحب أن أكل الرمان. قلت لك هي حكمة إلهية، هي حكمة، هي مو قضية بس قصة، لا هي حكمة. قال له أحب أن أكل الرمان. الإمام قال له هي رمانة واحدة، وبحثت في المدينة لم أجد سواها بس هذه، وهذه لنور عيني بمريض عندي، وأريد أخذ الرمانة، ولكن أنا ما أغليها عليك، أنا أسويها نصين، هي كبيرة، أسويها نصين، نص لك ونص لمريضي في داري، سواها نصين. والله أنا على منبر الحسين، هذا المقطع من الرواية هو أي متأثر بي أنا، هذا المقطع سأحشي لك هو أي متأثر بي. يقول علي بن أسان أنت من تروح للحسين الولي علي بن أبي طالب تجيب لك شوية قماش آخر وتمسحها على الضريح، على الضريح، وين أنت؟ وين هذا الذهب والفضة؟ وين والجسد الشريف؟ وين مسافة؟
تمسحها وفرحان وبيه البركة وبيه كذا وبيه الشفاء، وبالفعل بيه الشفاء والبركة. لكن شوف علي بن أبي طالب يقول، علي بن أبي طالب جعل الرمان في يده وكان يؤكل الشيخ، يوكل بإيده. هذه يد الله، يد علي عليه السلام، يد الله، يد علي بن أبي طالب، يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ظل يوكل الإمام سلام الله عليه بيده الشريفة، يوكله، فرط الرمان ويوكله إلى أن أتم النصف. قال له: هل لك أن تتصدق علي بالنصف الآخر؟ الإمام شوية سكن، قال: إن لفاطمة من يعينها. الزهراء أكو واحد يعينها، أنا موجود، أولادها، أبوها، ولكن هذا السائل، هذا الشيخ ما عنده واحد يعينه ويطعمه. قال له: بلى. فرط الرمان النصف الآخر وأعطاها للشيخ. طلع الإمام سلام الله عليه، لكن كل خجل من الزهراء سلام الله عليها. وصل إلى باب دارها، كان مفتوح الباب على قولة مردود رد. نظر هو خجلان من الزهراء، نظر وإذ يرى فاطمة جالسة في صحن الدار وأمامها طبق من الرمان. دخل علي بن أبي طالب سلام الله عليه كل فرح وسرور. قالها: يا بنت رسول الله، من أين لك هذا الرمان بعد السلام والتحية والإكرام؟ هي أبدته بالشكر: شكرا لك يا أبا الحسن على هذا الرمان أرسلته إلي. قالها: من الذي جاء به؟ قالت: هذا عمي سلمان. قال له: عمي سلمان، سلمان المحمدي، هذا عمي سلمان جاء بهذا الطبق وقال لي أرسله علي بن أبي طالب أبو الحسن لك يا فاطمة. قال: والله أنا لما بعثت أنا رمان لقيت، وهذه الرمان هذه قصتها وكذا. يقول: أخذ الرمان ودخلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النبي كان مبتسما لما دخل عليه، يعني عند الخبر. جلست فاطمة، جلس علي عليه السلام، أعدوا الرمان 1 2 3 4 وإذا بها 10. قال: يا علي، هذا لم يكن سلمان، وإنما هذا أخي جبرائيل، وهذا الرمان ليس من رمان الدنيا، وإنما هو من رمان الجنة، أرسله الله خصيصا لفاطمة الزهراء. أنت تصدقت بواحدة فرزقك الله 10، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. شوف البركة للزهراء، ولهذا يقال لها المباركة فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. هذه العظمة، هذه العزيزة، هذه النبيلة، هذه الكريمة، يعني تستاهل الزهراء أن الإنسان يضحي بكل شيء لفاطمة الزهراء سلام الله عليها. أنا الحجي الله يحفظه أبو محمد ووصاني على مصيبة أن أقرأها، إذا ترخصوني أنا أقرأها، لأن أنا قريتها بالعتبة الحسينية المقدسة، وهسه الحجي أشار لها، قال: شيخنا لا تفوت المجلس الليلة ما تقرأ مصيبة هذه المرأة العظيمة. أكو مرة ما هي علوية، ما هي علوية ولا هي هاشمية، ولكن هاي المرة صار إلها صيت ومقام وبركة، بحيث تقرأ فاتحة إلها الله يفتح لك أبواب الخير والبركة. عرفتها لولا مرة كلابية عامرية، لكن لخدمتها للزهراء ولخدمتها للحسن والحسين صارت خادمة، وضحت بأولادها الأربعة لفاطمة الزهراء وللحسين. الله طه جاءه مقام وعزة وجعلها باب من أبواب الحوائج، هي وابنها. من هذه المرأة؟ هذه المرأة الزكية الطاهرة السيدة أم البنين. هل نقرأ مصيبة لأم البنين سلام الله عليها؟ قلت لك أنا الإخوان طلبوا، هل هو المجلس كله طلب، كله طلب المجلس، وكل حتى المحاضرة كله طلب، وهاليوم طلب لأم البنين. يمكن أكو واحد بيناتنا قاعد عنده حاجة، وإن شاء الله الحاجة مقضية بجاه أم البنين إن شاء الله. حصلت هذا المقام الشامخ لما بذلته وأعطته للحسين، وهي تقول: لا تدعوني ويك أم البنين تذكريني باليوث العرين. هناك رجع الزينب، زينب من سبيها، رجعت إلى دار الحسين صلوات الله وسلامه عليه. تدري أكو نسواني يشمتن بالحوراء زينب: هذا ما فعل الله بأخيك الحسين، وهذا فعل الله بعائلتكم يا آل علي.
يشمتنا بالحوراء. زينب زينب خلت جارية بالباب قالت لا تدخل علينا إلا صاحبة مصاب. العدها مصاب العدها شهيد في كربلاء تدخل علينا المعد مصاب لا تطب علينا. يقول بينما هن كذلك وإذا بالباب يطرق طرق الباب. راحت الجارية فكت الباب ورأت امرأة محدودبة الظهر نحيل نحيفة معصب الرأس على متنها طفل رضيع. واويل من أنت أمت الله؟ يمكن أنت شامت تشمتي بالحوراء زينب. عند الشهيد في كربلاء عندك مصاب في كربلاء. أقل للزينب من واقفة بالباب قالت قل لي وايلها قل لي وايلها قل لي وايلها معباس بالباب. أولي أي والله أي والله بالعافية عليك على هالصرخة هاي. أنا قل لي وايلها قل لي وايلها معباس بالباب بالباب بالباب. وإجت تبكي يا ويلي يا ويلي لفقد الأحباب. من تشامت يعني قالت من شامت من شامت أنا ولبني. اسمع البيت أنا ولبني أنا الفاجد اثنين واثنين يعني أربعة. دخلت أم البنين على زينب لكنها مرت من زينب ولم تعرفها. وقفت زينب لما نظرت إلى السيدة أم البنين صاحت وأخا صايب حسين لداهن اللي نزل على عيون وعملي. قعدي مولاتي يا زينب اعذريني يما زينب مريت منك وما عرفتك سيدتي. تقلنا يما لما بهالحال شفتك تعديتك يا يما وما يما ما عرفتك ما عرفتك. اش سوت بيك يا زينب سفرتك؟ انا شلايني على اخوتك كانت وقفتك. الماباك هنا انا بهالابيات يقول قامت ام البنين تنظر الى وجوه العلويات الى وجوه الهاشميات بنات الرسالة. افتقدت عزيزة الحسين افتقدت حبيبة الحسين. عندك ابنية 3 سنين لولا رجعت متحيرة الى زينب. تقلها يما يا زينب يا زينب عشور رقية ما شفتها. وانا حبيبة الحسين انا ما شفتها ما شفتها خافوا يا البنات وما عرفتها. لزينب بعبر جاوبتها حاضر قلبك انا بالشام يا يما دفنتها. الا طبت ام البنين على راسها. انتم تفتخرون انكم خدمة الحسين لولا خادم الحسين يفتخر. ام البنين تقلها تقلها يما اسمع البيت والله هذا يأثر بالقلب. يما احلى سنين عمر
للسيدة زينب ها. ماذا تريدين أمه يا أم البنين؟ تقولها يوم